أما بعد، النهاردة المشهد السياسي بكل سخونته هو هيكون موضوع الحوار والحديث. عندنا كمان ما يحدث للشقيقة سوريا، لأنه في تهديدات بضرب سوريا، وكل ما يتعلق بإنعكاس هذا الأمر أيضا على مصر سوف نتناوله بالنقاش والتحليل. ما حدث أيضا في المهندسين بالأمس، ما سوف يحدث في جمعة يعني الغد، وهل ستكون الأمور هادئة أم سيتجدد العنف من جديد؟ اسمحوا لي في بداية هذه الفقرة أرحب بالأستاذة سامية زين العابدين، نائب رئيس تحرير ورئيس القسم السياسي والعسكري بجريدة المساء. أهلا وسهلا. برحب أيضا بالأستاذ محمود الخولي، رئيس تحرير المسائية. أهلا وسهلا. طيب، أبدأ بالأستاذة سامية. يعني المشهد كان مؤسف في المهندسين، وفي مخاوف لدى البعض من الغد. هل تتوقعي، يعني كيف تتوقعي صورة الغد اللي هو الجمعة؟ قبل ما أقول إن إحنا المشهد أو بالنسبة للأمس وإن إيه اللي يحصل، أنا بناشد كل المصريين بدون استثناء، لابد من غلق أبواب العمارات ويبقى في مفاتيح لكل شقة، لان النهارده ان احنا نسيب العمارات بتاعتنا مفتوحه، وده على فكره موجود في اوروبا وفي كل دول العالم، ان احنا نسيب العمارات بتاعتنا يطلعها اي حد في اي وقت ويفضل قاعد لنا فوق الاسطح ويطلق الرصاص والنار كده على عوائله وعلى الناس، ده مؤشر في منتهى الخطوره. ولابد ان الناس تساعد الحكومه، الحكومه لوحدها ما تقدرش تعمل كل حاجه، لابد ان الناس تساعد الحكومه. اما بالنسبه ده يعني خارجا عن سياق، لكن بالنسبه لبكره يعني في احتمالات ان هم نتيجه القاء القبض على البلتاجي منذ قليل، يعني ان ينتابهم النوع من الهستيريا، هم بينتحروا انتحار جماعي على فترات يعني، ولكن لن يستطيعوا ان يفعلوا ما قاموا به من قبل. هنلاقي بقى مشاهد زي مشهد العماره، هنلاقي بعض الحاجات المتفرقه، ده بخلاف اللي انا عايزه اقوله لك. والمشهد الغريب جدا واللي لازم الناس تبقى عارفاه كويس قوي هو اصرار الناس. شوف الناس امبارح الجيش يناشد الناس ويقول لهم ابعدوا عشان في طلق النار، والشرطه والشعب واقف بكل قوه وواقف ومش همه طلقات الرصاص، مش همه ان حد منهم يموت، مش همه اي موقف الا انهم عايزين ينقضوا على اللي بيطلق النار عشان يفتكوا بيه. وزي ما شفنا المشهد ده في جامع الفتح في رمسيس عندما خرجوا والناس قعدت تهتف الهتافات المؤيدة لجهاز الشرطة والمؤيدة للقوات المسلحة، أيضا بالأمس نفس القصة. اللي بيتعرض ليهم وبيتصدى ليهم هو المواطن المصري. طيب أستاذ محمود، يعني كيف يعني قرأت عمليات القبض على بعض القيادات منذ يعني ساعات؟ هل ممكن تؤدي إلى تصعيد أم تهدئة للغد؟ تحتمل الموقفين. نعم. تحتمل اللي ممكن يحصل تصعيد للموقف، يحصل زي ما الاستاذ سامي قالت يبقى فيه هستيريا بالنسبه للتصرفات الخاصه بجماعه الاخوان المسلمين ومن يشاركونهم ومن يناصرونهم في الشارع المصري، وتحتمل ان يكون هناك رد فعل عكسي، رد فعل يعني محبط للشارع الاخواني، وبالتالي ممكن تبقى المساله هاديه جدا وتعدي على خير. اعتقد ان في المسالتين وارد جدا ان لكن يحصل اي حاجه منهم، لكن المهم انه يكون واتصور انه حاصل بالفعل ان يكون الشرطه مصحصحه جدا وهي مصحصحه جدا، وفي اللحظه دي يجب ان انا اشد على ايدين وزاره الداخليه ورجالها في سرعه القبض على البلتاجي باعتبار انه راس حربه خطيره جدا جدا بالنسبه لاخوانه. واحنا ما ننساش طبعا تصريحاته بان بعد ثوره 30 يونيو او يوم 30 يونيو، وقوله ان الافراج عن مرسي هيستتبعه في الحال وقف العمليات الارهابيه في سيناء. فاتصور ان ده ممكن يحصل عمليات ارهابيه في سيناء، ممكن وارد جدا يحصل. وبالتالي ان انا لكن على اي حال انا بعتبر انه القبض على البلتاجي هديه وزاره الداخليه للشعب المصري باعتبار انه خطير جدا جدا، بيقود راس الافعى يعني فيلق مهم جدا جدا راس الافعى زي ما الاستاذه ساميه بالنسبه للاخوان المسلمين والشارع الاخواني بالتحديد. طيب استاذه ساميه، فكره يعني المصالحه، كثير من الناس تتحدث عن ضروره ان تكون هناك مصالحه، لانه في النهايه لن يستقيم الامر مع
يعني البعض يدان يعني يحقق معه يذهب إلى التحقيقات والمحاكمات، ولكن ماذا عن فكرة المصالحة؟ بصراحة قلبا وقالبا وليس رأيي أنا لوحدي، لأن أنا يعني أنا قبل ما أكون إن أنا صحفية فأنا أساسا ضمن المجموعات اللي كوننا حركات، وإحنا حاليا دلوقتي حركة الدفاع عن الجمهورية التي تقودها المستشارة تهاني الجبالي هذه السيدة الوطنية. رأي الشارع، المواطنين، الرسائل اللي بتجيلي، كمية التليفونات اللي بتجيلي غير عادية، كلها هدفها واحد، لا مصالحة. وهقول لك ليه. الجماعة دي ماشي، هي القيادات عندهم قياداتهم ماشيين بالنظام العنقودي، قيادات رقم واحد ثم البلان الثاني ثم البلان الثالث، نازلين مراحل. بص للناس اللي بتبقى موجودة، ماشي أنا النهاردة متعاطف محب واتفر الكلام الخزعبلات اللي بيقولوها صح؟ أبقى ماشي في مظاهرة وأنا ماشي سلمي، هو سلمية سلمية يعني الواحد اتقرف من كلمة سلمية سلمية دي، تمام؟ وجنبي واحد واثنين اللي ماسك طبنجة واللي ماسك رشاش. طب انت طالع سلمية ازاي وانت شايف اللي جنبك معاك طالع بده؟ إذن أنت مشارك معه، إذن أنت مشارك معه. الكلام اللي بيتقال ده والخزعبلات دي أسفة جدا. هذه الجماعة مثلما تم حل حزب الوطن الديمقراطي لازم يتحل حزب الحرية والعدالة وكل الأحزاب التي أزرع الأزرع السياسية. أزرع إيه؟ إحنا لازم نقطع بقى الأزرع والصوابع والإيدين، لأن قرفنا صوابع وأزرع وكلام سخيف. والأسخف من كده أن هناك بعض الشخصيات السياسية والمسؤولة داخل الحكومة بتتكلم في هذا الأسلوب. يعني جماعة إرهابية، لما نيجي نتسلسل كده تاريخها الأسود من يوم ما قامت سنة 1928، شوفوا العمايل والجرائم اللي عملت حرقة الأقسام. دول ناس حتى ما بيتعلموش، يعني على رأي الرئيس الراحل الله يرحمه أنور السادات، دول لازم يعني يتحكموا بتهمة الغباء السياسي. بيطبقوا نفس الكلام اللي عملوه من سنة 1928 لحد اللحظة دي، من عمليات اغتيال وتهديد وتفجيرات حتى حرق القاهرة نفذوه. طيب أستاذ محمود، اتفضل أستاذ محمود. أنا عندي في المشهد دلوقتي مجموعة الجماعة إخوان بلا عنف، دي مجموعة جديدة طالعة في ظهرت في المشهد، لكن أنا برضو متخوف من مسألة التعامل طبعا مع الإخوان بلا عنف طبعا، على أنهم فصيل جديد مختلف عن السابق. فدي مسألة تحتاج إلى مراجعات بالنسبة للجماعة الإخوان بلا عنف. لازم الأول أشوف المسائل دي بالنسبة لهم المرجعات القديمة فين، القيادات القديمة بالنسبة لهم إيه، استراتيجية الإخوان هل هي ما زالت. أنا أتصور أن هي يعني ما أتصور أن استراتيجيتهم في التعامل مع الشارع المصري هي إخوان بلا عنف زي إخوان المسلمين السابقين. فالمسائل يجب التعامل معها بحذر شديد، لأن في هناك دعوة أن ضرورة تحديد موعد أو لقاء بين الرئاسة أو بين أحمد المسلماني وإخوان بلا عنف. يعني في دعوة، أنا قرأت عن دعوة لاتجاه التعامل معهم على انهم مختلفين عن الاخوان المسلمين بشكل او باخر. مساله تحتاج الى حذر شديد في التوقيت ده. وبرضه يعني هقول على نفس النقطه بامانه، دي تمثيليه. لما نشوف الولايات المتحده الامريكيه وكل دول الناتو الاوروبيه كلها بدون استثناء بيصبحونا ويمسونا ويعشونا، مصالحه، عدم عزل حزب الحريه والعداله، عدم إغلاق جماعة الإخوة، يعني جماعة إرهابية توجد في قلب مقراتها سلاح، إزاي نستمر فيها؟ أي منطق؟ يا وزير التضامن، هذه الجماعة صدر ضدها 3 أحكام دولية من عدة دول على مدار 2003 و2006 و2009 في الاتحاد الروسي. لو سمحت، هذه الجماعة مدرجة ضمن 30 جماعة بأنها جماعة إرهابية. من فضلكم هذه الجماعة، وإلا اسمحوا بقى لكل الجمعيات اللي موجودة عندكم بأن يتواجد في مقرها أسلحة، هذا تهريج من الحكومة. هو كان في توصية في يعني الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان. ده لازم. طيب، بس هو السؤال الجدير بالطرح هو في ظل هذا المناخ وفي ظل يعني العنف في الشارع، الأصوات اللي بتتكلم عن المصالحة هي بتتكلم عن أيضا، لا يعني لا تذكر فكرة الأحزاب القائمة على أساس ديني. يعني هل الأحزاب هيسمح باستمرار أحزاب على أساس ديني؟ هل هذا
يعني هذا المنهج هل هيكون مقبول من الشارع المصري انه يبقى فيه احزاب على اساس ديني؟ هل ده مطروح استاذ محمود؟ هو المساله مصاره في كان في لجنه العشرة، واعتقد في الفتره اللي جايه فيما يتعلق بال50 فيما يتعلق بالدستور الجديد، انه في مطالبات كثيره جدا بعدم اعتماد احزاب على مرجعيه او على خلفيه دينيه. احنا جربنا المساله دي في الفتره اللي فاتت وكان فيها خلافات كبيره جدا جدا، وترتب عليه اللي احنا بنعاني منه في الوقت الحالي. ما فيش شك في انه مرجعيه دينيه بتخلينا نقدس الدين في السياسه، ودي مساله عايزه بعض الحذر منها. يعني المساله مش مضمونه قوي. الدين لما تيجي تكلمني في السياسه وتقول لي الدين وقال الله وقال الرسول، انا بعمل تعظيم سلام، ما فيش كلام، ما فيش خلاف على كده. لكن لما تيجي المساله السياسيه فيها مناورات وفيها مداهنات وفيها ما تحكم الدين، مش كل الامور ممكن تحكم الدين فيها. في قضايا معينه ممكن تحتاج الى رؤيه مختلفه سياسيه او لاخره، لكن على اي حال التجربه او الممارسه مش ما كانتش كافيه للحكم بشده يعني، وان كان التخوف منها او ما تم افرازه في المرحله الاخيره تم التخوف من وجود احزاب على مرجعيه دينيه. نعم استاذه سامي، انا عايزه اقول برضو في الجزئيه دي، يعني اوروبا نجحت وتقدمت عندما فصلت الكنيسة عن السياسة. لابد من فصل الدين عن السياسة. انت اخترت ان انت تكون جماعة دعوية، نعظم لك، تفضل. دول فشلوا في الدين وفشلوا في السياسة. واقول لك فشلوا في الدين ازاي؟ والله 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 لو امريكا وكل الدول الاوروبية معاهم الصهيونية العالمية قعدوا عشرات السنين يخططوا لتدمير الدين الاسلامي لما نجحوا مثل ما فعل هؤلاء. دول شوهوا الدين الإسلامي. ده إن شاء الله ربنا بإذن الله كده هيعاقبهم عقاب شديد، هيتمنوا يرجعوا الدنيا وربنا مش هيرجعهم الدنيا، لأنهم أساءوا للدين وأساءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأساءوا لينا كلنا، ويعني سب في جبيننا. ما حدث من أحداث مؤسفة لإخواننا المسيحيين يندى لها الجبين، ما حصلتش على مر التاريخ. ده الإسلام وهو بيفتتح كان بيكرم الناس دي. دول أهل ذمة، أهل ديانة. أنا عشان ربنا يتقبل مني أن أنا أكون مسلمة، أن أنا لازم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول الله، وأؤمن بالملائكة واليوم الآخر وكل الرسل وكل الكتب السماوية. طيب أستاذ محمود الخولي، برضو في تساؤل حول رد الفعل الغربي. يعني لاحظنا في الميديا وفي الإعلام، أنا في الحقيقة مش عارف مخرج البرنامج ليه، يعني لما باجي أتكلم دايما اللقطة الواسعة البعيدة ديت، هل في حاجة في شكلي يعني ضد أنه لما أتكلم أتوجه للناس، وهل ده له علاقة يعني بأن هو يعني أنا مش فاهم حقيقة. يعني أكتر من لقطة لقيت لقطات واسعة بعيدة زي يعني مش عارف. عموما ما فيش مشكلة. يعني الفكرة في إيه؟ الفكرة في إيه يا أستاذ محمود؟ هل الهلع الغربي ده له ما يبرره؟ يعني ما شفناش هلع على الكنائس المحترقة، ما شفناش هلع على حقوق يعني حقوق الإنسان لما كان في مثلا مظاهرات 25 يناير والناس اللي بتموت والشهداء، ولكن شفنا هذا الهلع في أعقاب اعتصام فض اعتصام رابعة والنهضة. هو طبعا الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الغرب يهمهم عدم وجود استقرار في المنطقة وعدم استقرار مصر بشكل خاص. الولايات المتحدة بتستثمر هذا، وكانت وجدت ضالتها في أنها تعيش المنطقة في قلق وتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير في وجود الإخوان المسلمين وفي وجود هذا النظام الذي يدعي أنه إسلامي، و فيما انه المشروع سلطوي او سياسي بالدرجه الاولى. وبالتالي ما حدث في مشروع حدث في 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 رابعه ومناصرتهم لما حدث في رابعه كان لعدم انهيار المشروع الذي كانوا يحاولون ان هم يحتووه لتحقيق مآربهم في المنطقه. طبعا لما لقوا ان الشعب بيرفض هذه التظاهرات او هذا المسلك، ولقوا ان الشعب أنكر ما فعله مرسي بمصر وأنكر على التدخل الغربي، التدخل محاولة الضغط على القرار المصري في أنه يرجع مرسي للحكم، وأن الإرادة الشعبية المصرية هي النافذة. طبعا مما لا شك فيه أنه طبعا لابد أنه هو ينزعج جدا 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 وتنحسر. يعني عايز أقول أنه
انه يبدو في المشهد على انه ملوش قيمه، الاراده الامريكيه او الشرطي الامريكي المعروف في العالم ان هو ما بقاش له اراده، ما بقاش له قيمه، ان الاراده المصريه اظهرت ما فيها من قوه وعوده الروح اليها، وده ما كانش يناسب الولايات المتحده الامريكيه في الوقت الاخير، وخاصه الولايات المتحده الامريكيه اشعرت في الفتره الاخيره ان هناك قوة اخرى وهي القوى السوفيتيه والقوى الروسيه بمعنى اصح تشاطرها الـ يعني السياده في المنطقه، او باعتبار انها لها وجود ومن الممكن ان تحقق في المنطقه او تحقق في العالم توازن اخر، وده أغضب الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بالطبع. وده عشان كده أنا بتصور أن ده السبب الوحيد أو السبب المقنع اللي في من وجهة نظري أنه هو يؤدي إلى مكان من غضب أو حنق الولايات المتحدة الأمريكية على الشارع المصري. أستاذة سامية، يعني الهلع الغربي ده هل له ما يبرره؟ الهلع الغربي ده جاء بأمانة نتيجة ما قام به الشعب المصري، لأنهم السفيرة آن باترسون هي بالمناسبة غادرت خلاص هذه الشمطاء اللي كانت موجودة كما أطلق عليها الشعب المصري البسيط، أطلق عليها الحيزبون والحيزبون والشمطاء، أطلقوا عليها حاجات كتيرة يعني صعب إن احنا نقولها، ده العبارات المهذبة اللي نقدر نقولها أمام طبعًا السادة طبعًا المشاهدين طبعًا. قدمت تقارير إلى السيد أوباما بأن لن تقوم أي مظاهرات إلا بدعة العشرات في الميادين ثم يجلسون بضعة ساعات ويذهبون إلى منازلهم. ده تقدير الموقف ليها فيما يتعلق ب 30 يونيو. نرجع بقى للجهاز الاستخباراتي اللي موجود في السفارة. الكثير من المصريين لا يعلموا أن حجم العاملين في السفارة الأمريكية يصل إلى 6000، بما فيهم جنود المارينز المشاة الأمريكية ما يقرب من 300، وده كان في 1998 او في الرينج ده، في حاجه زي كده يعني. اذا انت لديك جهازين، نفس الجهاز ده قال بما يقارب وجهه نظر هذه السيده. ايقنت الولايات المتحده الامريكيه ان الشعب المصري لن يستطيع ان يخرج، وخرجت كل التقارير الاوروبيه تفيد بذلك، تفيد وتقول ايه، ما فيش شعب في الدنيا يخرج ويعمل ثورة في قرن واحد، يعني يعمل أكتر من ثورتين في ثورة واحدة أقل من سنتين يعني. بالضبط. لا مش في أقل بس من سنتين، إن هما يعني إحنا لو هتتعمل ثورة قدامنا كمان قرن يعني 100 سنة عشان نعمل ثورة. فكانت المفاجأة والصفعة الكبرى التي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول المؤيدة ليها عندما خرج أكتر من 33 مليون مصري. طب هي ليه صفعة بالنسبة لأمريكا؟ هو ده السؤال. يعني أقول لك ليه صفعة؟ هي تعد صفعة ليه؟ ما ممكن أقول لك ليه صفعة؟ ممكن تؤيد الثورة دي. أقول لك ليه صفعة؟ الولايات المتحدة الأمريكية منذ قيام ثورة 52 ارجعوا لورا، للأسف لا نقرأ التاريخ، وعندما لا نقرأ التاريخ لا يكون لنا لا حاضر ولا مستقبل. بالتالي هذه الحرب المنظمة التي حاولت استدراج الجيش في عدة أحلاف، مجلس قيادة الثورة وجمال عبد الناصر رفضها، فحبوا يرسلوا ودنه فمردوش يدوله سلاح، فراح عامل الصفقة التشيكية 54، ردوا عليها بمحاولة اغتياله من خلال الجماعة اللي أصبحت تحت قيادة أمريكا منذ عام 1940، كانت الأول 1928 إلى ما هذا التاريخ كانت تحت قيادة المخابرات الإنجليزية، فانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأوا يحاربوا عبد الناصر حتى 67. وكان أهم حاجة بالنسبة لعبد الناصر وضرب مصر إزاي يضربوا الوحدة العربية، ونجحوا في شق الصف بين جمال عبد الناصر والمملكة العربية السعودية، وكان هجوم غير عادي، لأن كان معنى تحالف مصر والسعودية معناها ضربة قاسمة للولايات المتحدة الأمريكية. انت حضرتك رجعتي للتاريخ ليه عشان تدللي على ايه؟ عشان ادللك ليه هم مفزوعين. اتفزعوا بعد كده من أنور السادات وزعمته. مع حكم مبارك انتهت الزعامة، وهم عملوا على هذا ان ما يكونش فيه زعيم، ما يكونش فيه حد يرتفع، ما يكونش فيه حد ممكن يقول لا يعني، مش بس يقول يعني لا، او يعترض على سياساتهم. يهمهم ان الشعب المصري ده
ما يبقاش هو صاحب القرار، لان الشعب المصري خرج لهم في 56 تمام. وخرج لهم في 67. طيب لازم يقتلوا لازم يقتلوا اي مقاومه لهذا الشعب، مش بس كده، ويقتلوا اي مقاومه لاي عنصر رمز في مصر، حتى طيب. شيخ الازهر اهانوه. طيب استاذ محمود الخولي رئيس تحرير المسائيه، هل توافق على الكلام اللي بيقال عن انه روح عبد الناصر بتحلق بعد يعني قرارات السيسي، والصحافه الغربيه عملت مقارنات كثيره ما بين السيسي وعبد الناصر، هل هو ده ما فزع الغرب وخلاه يعني عايز يضغط؟ شوف اللي حركه الحاجه يعني 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 روح عبد الناصر وقرار الدكتور وقرار الفريق الاول عبد الفتاح السيسي او تبنيه لوجهه النظر الشعبيه دي مساله حقيقيه وفاعله في المشهد الحقيقي، دي مساله. بس انا عايز ارجع لحاجه ثانيه، انه الديمقراطيه اللي بيعتمد عليها اوباما، اوباما خاف من ان يحصل في مصر مع ان الشعب ويبقى له اراده وانه يعني يخترق ما عرف بالديمقراطيه القديمه او الكلاسيكيه، انه ان الرئيس يفضل حتى نهايه حكمه المدة اللي مقررة في الدستور بتاعه، سواء دستور أمريكي أو دستور مصري. بالنسبة لنا في مصر إن الرئيس مرسي بإخفاقاته بانسلاخه عن العروب، بانسلاخه عن مصريته، بأنه يسلم سيناء للإرهابيين أو يسلم مصر للإرهابيين، إنه يتنازل يعني عن الأراضي، يؤكد حرمة الدم حرمة الدم المسلم في سيناء في مساله خطف الجنود المصريين، وانه مش عايز يتعامل معاها بحسم. وبينما في الداخل المصري يقول الشرعيات الدستوريه مكانها الدم او في مقابل فيها الدم. انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه واوباما تحديدا شعر بانه اذا ما تم تنفيذ رغبه الاراده المصريه، ممكن هو يترتب عليه ان الولايات المتحده والدول الغربيه انها تنفر شعوبها، تنفر قادتها، وبالتالي ممكن ما تستناش لغايه ما مدتهم تخلص، وبالتالي ممكن ان اوباما يكون مصيره زي مصير مرسي. اعتقد ان المساله متعلقه بالشكل ده، انه الاذعان للاراده المصريه، اذعان للاراده المصريه، وان دي ثوره 30 يونيو انها حررت الشعب المصري من الطاغوت اللي كان موجود، ورئيس كان متواضع الى يعني بكل ادب يعني متواضع الى حد كبير في مكانه لا يرقى الى رئاسه الدوله في حجم مصر، ان ده ينعكس عليها بالداخل سواء في اوروبا او في امريكا، وان شعوب الدول الاوروبيه والامريكيه انها تنقلب على رؤسائها وتقول لهم دي الديمقراطيه اللي احنا متعلم، دي ديمقراطيه جديده، لازم نعيد قراءتنا للديمقراطيه الكلاسيكيه المتعارف عليها. اتصور ان ده في تقديري للموقف اللي حصل هو ده اللي كان بيشغل بال الولايات المتحده الامريكيه. نعم. صناعة الزعيم دي أتقلقهم طيب. جداً. طيب خلينا بقى ننتقل لمحور آخر اللي هو سوريا، التهديدات اللي بتواجه سوريا إيه خطورتها على الأمن القومي المصري، خاصة وأن ضربة تجهز الآن لسوريا؟ طبعاً خطر كبير جداً، لأن مصر الأمن القومي المصري يتعلق بالشمال الشرقي. شمال الشرقي يعني ما بعد سيناء. دايما باستمرار كانت كل الغزوات والهجمات الاستعمارية التي تأتي إلى مصر من هذه البوابة، عن طريق هذه البوابة. فكان دايما البعد الاستراتيجي العسكري سوريا والعراق. العراق قضوا عليها، سوريا أنهكوها، وبعدين في الآخر ما لقوش فايدة فقال لك إيه، أصلهم ضربوا كيماوي، تمام، زي ما قالوا على صدام اصل عنده ذر نووية. تمام. وبعد عدة سنين قال لك ايه، احنا متأسفين لم نجد نووي. النهاردة مع الاسف الشديد يعني انا بطالب كل الدول العربية، اعلم ان هناك العديد من الدول لديهم صقر بين عائلة الاسد، لكن اناشدهم باسم العروبة وباسم الاسلام الذي يجمعنا، والعروبة التي تأمنا، احقنوا دماء من يوجد في سوريا، تصدوا، يعلنوا رفضهم. تطلع الدول العربية نرفض التدخل الأجنبي، يعلنوا هذا بكل شدة حتى نوقف هذه الآلة. الموقف لكن مع الأسف الأخطر من كده. طب أنا هرجع لحقيقة في النقطة دي، بس هاخد رأي الأستاذ محمود الخولي في نقطة. الموقف من ناحية أخرى يعني بيقال طب ما يعني نبقي على نظام بشار الدموي الدكتاتوري الفاسد، ما هو يعني ما هو ده برضه مش منطق.
في ظل أسوأ الظروف، ده احتيال على السيادة السورية على أراضيها، واحتيال على إرادة الشعب السوري في اختيار من يمثله. نحن مع اختيار الشعب لمن يمثله أو لمن يرقصه، مع اختيار القيادة السياسية التي تمثله. ونحن كمصريين أو كعرب ضد أن يقوم الرئيس أو النظام السوري، إذا صحت تقارير المفتشين الدوليين، أن يقوم بالهجوم على المدنيين واستعمال أسلحة كيماوية وغازات سامة، مسألة. لكن برضو في نفس الوقت نحن في نفس الوقت نرفض وبشدة التدخل الأمريكي في سوريا أو أي دولة كمان. أو أي دولة عربية، لأن ده هيسمح لنا تدخل في مصر، تدخل في سوريا، تدخل. وده إحنا لما عشنا مع اللي حصل في العراق، واللي عشنا مع اللي حصل في اليمن، في اليمن وفي ليبيا، وفي ليبيا في تونس. كان هدفه السطو على مخدرات هذه البلاد. وإذا جت سوريا فيما بعد، هنبص بعد كده الدور على مصر في المنطقة وفقا للسيناريوهات المحطوطة أو اللي هم أو دول الخليج كلها، وبالتالي ممكن أو دول الخليج طبعا. ده بيؤثر طبعا، ده بيهدد. هل ده يفسر الموقف السعودي السريع في طبعاً احتواء طبعاً مصر والدفاع عنها أمام الغرب؟ طبعا طبعا، بكل تأكيد طبعا. والموقف السعودي ده طبعا برضو يعني تعامل في الملف ده مع 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 روسيا على اعتبار برضو انها تحجم المساله وبالتالي تضغط على الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد ان التدخل السعودي كان له طيب. طبعا. كان في تخوف لدى المملكه انه يعني يحصل تهديد لزعامتها للعالم الاسلامي مثلا؟ لا، مش حكايه تهديد. المملكه العربيه السعوديه السيناريو بتاعها الى تقسيمها الى 3 دويلات. وبالتالي هذا المشهد لا يمكن ان يقبله اي سعودي وطني ولا اي عربي باي شكل من الاشكال. نحن ضد التقسيم الذي يتم سواء في العراق، سواء في السودان، سواء في ليبيا، سواء في اليمن، سواء في سوريا. كان سايكس بيكو جديدة هي كما يقولون. دي أنا قلتها والله في مقالاتي في, 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 في أوائل فبراير، أن معاهدة سايكس بيكو تعود من جديد عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف بعمل لقاء حضره فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا. هذه الدول الاستعمارية التي تنعم أو تريد أن تصل إلى تلك الدول لتعيد مرة أخرى استعمار هذه الدول. عشان كده أنا بناشد الدول العربية، بناشد المملكة العربية السعودية وكل الدول، ولنترك جميعا كل خلافاتنا الأيديولوجية بيننا وبين بعض. نحن مصيرنا واحد، نحن وطن واحد، مسلمين ومسيحيين. علينا أن نعلم جيدا أن الخطر عندما يأتي سيأتي علينا، وإذا انهد المعبد سينهد فوق رؤوسنا جميعا. عشان كده بأناشد التحرك السريع لمنع هذا، وأطلب من الله إن ربنا سبحانه وتعالى يرأف بأهالينا في سوريا. طبعا. أستاذ محمود الخولي في عجالة، هل كان يجب على الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية أن تتوجه إلى روسيا والصين لخلق توازن دبلوماسي واللعب على أوتار القوى السياسية المختلفة لمصلحة مصر؟ أتصور أنه الخارجية المصرية بتلعب هذا الدور. أتصور أنه مش بعيد عن الخارجية المصرية ما يحيق بالخطر الذي يحيق بمصر تجاه التدخل أو نية التدخل العسكري في سوريا. ومن ثم فإن التدخل أو ربط يعني التوسط لدى أو بناء علاقة دبلوماسية مع الصين أو مع روسيا، أعتقد أنه هو حاصل بالفعل. نعم. أستاذة سامية؟ لا، أنا شايفة الخارجية يعني اسمح لي يا زميلي العزيز ما اتفق ونختلف، ولكن أنا أرى أن موقف الخارجية المصرية موقف غريب، بضع العديد من علامات الاستفهام والخطوط العريضة تحته. لأن النهاردة ماشي أنت عايز تعمل، بتقول إحنا رايحين نعمل عشان الملف المية على عيني، وعايزين نعمل مش عارف على الملف التاني على عيني، لكن أين دورك في الغرب؟ مع الأسف، ما هو دور الخارجية المصرية مع تلك الدول الغربية؟ اسمح لي أقول لك، إحنا وبعض يعني إحنا عندنا في جبهة الدفاع عن الجمهورية سفرت مجموعة رفيعة المستوى من الشخصيات من عندنا من الحركة، وراحت وصلت جنيف، وحنبدأ سلسلة من الزيارات، وحنتوجه في زياراتنا إلى روسيا والصين وكوريا.
هو ده مش دورنا لخلق دبلوماسية شعبية. طبعا. لكن ده دور مهم جدا. فين الخارجية؟ النهاردة احنا سايبين المجتمع الأوروبي كله بيوجه اتهامات لمصر وتأييدا لجماعة الإخوان، واحنا قاعدين بنتفرج وسامعين أصوات في الخارجية وأصوات مش عارفة مين ومين ومين داخل الحكومة المصرية تنادي بالمصالحة وتنادي بالطبطبة على الإخوان. احنا بننفذ أجندة الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أنا أسف، أنتم حكومة مؤقتة، عليكم أن تعلموا جيدا أنتم حكومة مؤقتة، أنتم حكومة مؤقتة، والكلمة العليا لهذا الشعب القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الشعب المصري، ولن يستطيع أحد أن يفرض إرادته عن الشعب المصري. هنجوع ونربط الأحزمة. قدر الشعب المصري على مدار التاريخ من عصر الفراعنة إن إحنا كل يوم والتاني تيجي علينا هجمة استعمارية، قدرنا، لكننا هنربط البطون وسنقف ولن نرضى أبدا لأي أحد أن يكسر أنفنا، ولن نسمح لأحد أن يركعنا. على الحكومة هذه أن تعلم، لأن اللي بيحصل من الحكومة الحالية فاق كل الحدود. مجايز بسبب ان هي مؤقته يا استاذ محمود؟ لا انا عايز اوضح حاجه، من هوضح الحركه حاجه. هو على حسب المعلومات اللي عندي ان وزاره الخارجيه بالفعل حصلت على سيديهات او جهزت سيديهات بالاحداث الخاصه 30 يونيو وتداعياتها، وارسلتها بالفعل الى سفرانا في الدول الاوروبيه ودول العالم كله لعرضها على المجتمع الدولي او لعرضها على الجهات اللي موجوده فيها لتوضيح الحقائق وحقيقه الاخوان المسلمين وتصور انها حاصل بالفعل في الوقت الحالي. يعني ليس دفاع عن الخارجيه ولا عن الحكومه، في تقصير في الحكومه في الشك، والمرحله الانتقاليه لا يجب التعامل يجب ان الحكومه تتعامل في المرحله الانتقاليه بمنطوق يومين ويعدوا نمشيها وخلاص مرحله تسيير اعمال. لكن على حسب المعلومات اللي عندي انه بالفعل تم تجهيز سيديهات محمله بالاحداث كامله وبشفافيه واضحه جدا جدا، وتم ارسالها لسفرائنا في الخارج لتعريف المجتمع الدولي بحقيقه الاحداث وما قام به الاخوان المسلمين من تعديات والى اخره. كان في نقطه بس هقولها لحضرتك. لما يبقى قناه زي قناه فوكس نيوز تطلع لانها قناه بتايد الجمهوريين، اما تطلع تعري بوش وتقدم الافلام على المدار الاسبوعين اللي فاتوا، لما نطلع ومعانا سيديهات والناس تطلع بسيديهات، الخارجيه المصريه والحكومه المصريه طول المده دي بتعد هذه السيديهات؟ خلول يعني حتى معلش انا عايز اقول لك على حاجه. يعني الوطن لن نطبطب على احد بعد انا اللعبة. معاك في انه تاخر كثير، لكن كونه ياتي افضل منه يعني لا ياتي. يعني طبعا يعني هو على العموم ربما بتخرج من ثباتها الخارجيه المصريه. اتمنى انها تخرج من هذا الثبات من التعامل. ويمكن في عفوا يعني في مؤتمر سابق لوزير الخارجيه المصريه الدكتور نبيل فهمي او سفير نبيل فهمي، كان المؤتمر الصحفي اللي عمله في مقر وزارة الخارجية كان الثالث أو الرابع، كان في جزء خاص منه بالإنجليزية وجزء خاص منه بالعربية، يعني كان جزء موجه لدول العالم الغربي بالإنجليزية تحديدا. هو ما لازم هيتوجه باللغه؟ لا لا لا، كان الأول كان بيترجم ومش عارف ايه، لكن كان في التو واللحظة كان باللغة الإنجليزية. نعم، نتمنى يعني ان جهود وزاره الخارجيه المصريه تتواصل من اجل يعني خلق توازن دبلوماسي حقيقي يفيد القضايا الوطنيه المصريه. في نهايه هذه الفقره في الحقيقه بتوجه بالشكر للكاتبه الصحفيه الاستاذه ساميه زين العابدين رئيس القسم السياسي والعسكري ونائب رئيس تحرير جريده المساء. شكرا. بشكر الاستاذ محمود الخولي رئيس تحرير المسائيه. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم. بعد الفاصل تتواصل فقرات اما بعد، هنتكلم عن معدل القراءه في مصر والوطن العربي مقارنه بمعدلات القراءه في العالم كله. اقرا كان أول أمر رباني. بعد الفاصل.